دار شباب مرست هي مؤسسة شبانية ثقافية فيها العديد من النشاطات الثقافية والشبانية والرياضية. عدنا في العديد من الورشات، ورشات ورشة رياضية لممارسة النشاطات القتالية كاراتي وغيرها، وورشة للأنشطة الترفيهية فيها ألعاب بلاي ستيشن وكذلك بابي فوت وبيك بونج. وعندنا ورشة ثالثة هي مخصصة للفنون الغنائية لاستقبال كل المواهب الشبانية بخصوص هذا المجال اللي هو الفنون الغنائية. وعندنا قاعة لتدريس وتحسين المستوى قادر نستغلوها في دروس الدعم لتحسين المستوى في اللغات وكذلك المواد الأخرى.